صحيح أن السلطات خلال السنوات الماضية أقامت بعض مشاريع البنية التحتية كمتنفس للعائلات ككورنيشي المحضار والستين، لكنهما ما لبثا أن تعرضا للتهميش والتآكل جراء الإهمال وغياب الصيانة. والحال مشابها بالنسبة لمدينة الألعاب الترفيهية الوحيدة في البوكلا، والتي يبدو أنها باتت خارجة عن الجاهزية منذ سنوات عدة. هذه كلها المنتجات مهملة، غير مصانة، غير مفعلة، عدم تواجد الظروف العامة في البلد، عدم تواجد الحكومة، عدم تواجد البلديات، عدم تواجد، لم تصان هذه الأماكن ولم تشغل. السلطات المحلية في المكلا وفي محاولة لتوفير مساحة أكبر للعائلات خلال فترة العيد عمدت إلى إزالة العديد من الأكشاك والمخيمات الواقعة على الساحل، فيما نفذت مبادرات شبابية وتطوعية خلال الأيام الماضية، حملات تنظيف للشواطئ من النفايات ومخلفات السفن. هذا الشاطئ هو الشاطئ الوحيد للمدينة، خصوصا بعد ما تم إغلاق منطقة خلف أمام العوائل والزوار، فلم يتبقى أمام العوائل إلا هذا الشاطئ. وزي ما شفتم الشاطئ مليء بالقاذورات والمخلفات، سواء كان مخلفات بناء أو مخلفات سفن أو آثار شبالة لا زالت موجودة. ورغم أن هذه الإجراءات قد لا تشكل حلا لمشكلة غياب الحدائق والمتنزهات في المكلا، إلا أن كثيرين يأملون أن تكون دافعا لإقامة مثل هذه المشاريع مستقبلا. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، المكلا.